كابتن اسامه هارد لك. يمكن النادي الاهلي لعبته بذلت مجهود كبير جدا جدا النهارده وأضعنا الفوز في الشوط الاول. مظبوط، يعني احنا الشوط الاول عملنا مباراه كبيره، ضغط شديد جدا، فرص اربع خمس فرص مؤكده ما استغلتش الشوط الاول. بس هو في مشكله ان المباراه بتستمر 90 دقيقه، انت اضعت ال 45 دقيقه الثانيه كلها، اضعتها تماما. هبوط كبير في المستوى البدني، تغييرات متاخره، حاله لعيبه كانت كويسه قوي الشوط الاولاني هبطت جدا، ف ما استغلتش ال 45 دقيقه الشوط الثاني. بس احنا توقعنا هبوط ماشي، المستوى البدني لبعض لعيبه الشوط الثاني. ماشي جميل، ما انت التدخل برضو في التغييرات جاي متاخر في الدقيقه 70، وواضح من بعد خمس او 10 دقائق من الشوط ان في هبوط كتير قوي في مستوى اللاعبين. يعني انت ما تيجي تشوف مثلا بيرسي تاو كان من نجوم المباراه الشوط الاولاني وعمل جهد غير طبيعي، الشوط الثاني ممكن وانت بتتفرج تفتكر انه طلع. اكرم توفيق عامل جهد كبير بس دفاعي، ما اثرش هجوميا، ما كانش مساند في النواحي الهجوميه زي مثلا محمد هاني بي 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 بيعمل كروسات وبيعمل فجانب اسامه عنده لعيبه جامده جدا ناحيه الشمال وناحيه النص عليه ضغط رايد ده، لو مش في الحاله دي النهارده لا انت يعني كان هيبقى عندك مشاكل كتير. كابتن شريف انا لا ما حدش يقدر ينكر ان ال 45 دقيقه الاولى النادي الاهلي يكسب فيها 3 4 وكان في ايده المكسب، بس الشوط الثاني انت اضعته تماما، ال 45 دقيقه الشوط الثاني انت اضعتها تماما. الجانب الايمن تحس انه ما فيهوش شغل، الجانب الايسر علي معلول برضو ما تحسش ان في جهد كبير، متاثر جدا بموضوع اضاعه ضربه الجزاء. حظنا وحش ان رضا سليم لما نزل اتعور على طول، نزل احمد عبد القادر بعيد برضو، لسه كان بقاله كام ماتش ما بيلعبش، تحس انه تركيزه مش موجود. وبعدين تغييرتين ورا بعض بتوع مروان وديانج، انت فتحت نص الملعب خالص، فخليتهم يتنقلوا الكره بكل بساطه في نص الملعب، مع بقى كل الفرص اللي انت اضعتها الشوط الاولاني تقريبا ما عملتش ولا فرصه الشوط الثاني. ف يعني في النهايه هارد لاك، النادي الاهلي بذل جهد الشوط الاولاني ولكن ما استمرش على نفس الاداء او على الاقل بالخطوره المطلوبه الشوط الثاني. فرقه سان داونز ما عملتش اي خطوره ناحيه مرمى الشناوي، ولكن كانوا بالذات الشوط الثاني بيستحوذوا وبيسيطروا بكل بساطه على وسط الملعب، بتحس انه بيستهلكوا الوقت. هارد لك، يعني كره القدم كده، ممكن تكسب وممكن تخسر، وان شاء الله نعوضها في البطولات القادمه.